اخسى عليك يا سلطانتي، هو انا طلبت منك ايه يعني؟ انت مش جوزي وحبيبي وابو ابني؟ هو حرام يعني لما فكر في مستقبل ابننا يا سلطانتي؟ والله عاد سلطانتك ما هم مقتنع بهذا الكلام كله. مستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. بعدين انت طلبتي مني اشغل سالم في المؤسسه وشغلته، فنش فؤاد وفنشته، شو تبين بعد؟ انت لسه ما فهمتنيش برضو يا سلطانتي. بصراحه كده انا مش عاوزه شريك يتعبني انا وابنك. وبعدين انت لو كتبت لي المؤسسه هتكتبها على الورق بس، يعني بيني وبينك، لكن كل حاجه هتبقى بامرك طبعا. انت تتكلمين كني انا راقد على فراش الموت ونازع وروحي بتطلع. انت لو جبتي الولد استوي خير كده. متشكره قوي، متشكره قوي يا سلطان. يا كرهك يا سماح لزعلتي، ويا كرهك لما تكون مش واثق مني يا اخويا. زين، شو رايك نسير المستشفى ونسوي هذا اللي يقولون عليه السونار، نشوف انت طمن يعني الجنين شو بنية ولد، وتاليتها ان شاء الله ما ينصر خاطرك الا طيب. ايه انت بتقول ايه؟ ولد بنت؟ طب افرض طلعت بنت، الحالة حيكون ايه ساعتها؟ نفس تفكير ابويا بالظبط. عرفت بقى انا كنت خايفة منك ليه يا سلطان؟ يا سماح يا سماح يا حبيبتي، والله العظيم انا ما قصدي اللي انت تفكرين فيه، انا قصدي اتطمن بس. ولد ولا بنية كل واحد هي من الله. يا الله، على العموم السونار ما ينفعش دلوقتي، لازم بعد 4 شهور. ننطر شهور انا نحن؟ اي قلبي الحقني يا سلطان، قلبي بيوجعني. القلب على اليسار مو على اليمين. نسيت. سماح سموحتي عطفتي يا ايت والله. عمي انت كم صوره عندك من هذول؟ كم صوره يا ابوياك مسوي مطبعه في البيت؟ انت كم نسخه عندك؟ مصاصه مثل اليهال وهالصوره وتصيح. قلنا لك انسى 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 انسى. اللي ايده في النار ممله مثل اللي ايده في الحليب. شو قال اقدر انسى؟ وحتى لو قدرت ونسيت هي الفلوس اقدر انساها؟ وحتى لو الله صبرني والهمني وخلاني نسيت هي ونسيت فلوس، صعب علي انسى الغدر والملجد. اي والله. تقول عادل خير الحين؟ الصدق الحريب كلهن يعني يكذبن. تسالني انا؟ انا اشتراني انا الريال ما عندي خبره، انا متزوج مره واحده. اسال نفسك، ما خليت حد ما اخذته، متزوج لعشرين نفر. لا والله. ها؟ اي 20 نفر؟ 7 حريم بس. 7 حريم؟ اي والله. ومن كل جنس ونوع. الله يهديك بس يا عمي، الله يهديك. شوف يا عمي، كان تبغي الصدق نحن كلنا نكذب، ما دام في غلط في خوف، وما دام في خوف في كذب. لا صادق، لا لا بالله صادق، ما دام في خطأ في خوف وفي كذب. اسمعني، على طار الخوف والكذب، تحيد اللعبة اللي لعبتها قبل، سالفة الأولية هذيك يا سالم. اي أباك تسويها ويا سلم هالمرة بعد، وتجيب لي فلوسه. فلوس مالي. انت معطي سالم فلوس؟ اي يا ريال، نحن شن رقع فيك؟ شو هالبلاوي هذا اللي مسوينه؟ كيف تعطي بيزات وتتعرف انه قاص علي؟ اي عندك خبر يا عادل؟ الشاعر العلامه بالحنديه والدماني شو قال؟ قال الخطا يا ابن ادم يعلم الخوف والكذب، وهذا اللي انا اكتشفته عقب هالعمر الطويل هذا. ما ادري
فاتري الإنسان ليش ما يتعلم؟ وهذا هل هو نحن على غفلة ولا الحاسية خانة ابنه؟ شوي انا بصير تاخر. اقول لك لا تخبرها عن السالفه اللي خبرتك عنها. لا لا ما بقول شيء. إيه بس السالفه الاخيره واللي تبقى. لا 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 ولا هذه لا تخبرها عن شيء ابدا، هاي ملسونه. زين ادخل هاي عندك. زين وين ظهرت انت؟ لا بس انا عندي لك شورت كذي. ايش رايك يا حاج ابراهيم اللي يجيب لك فلوسك من عند سالم؟ ها؟ انت يا الجباز اللي بتجيب لي فلوسي. لكن المتوصف قال الحق الكذاب لباب داره. وكيف بتجيبهم لي؟ ما علي انا جمبازي كذاب ما يخالف. لا تسوي له، قول لي كيف تجيبهم لي. شوف يا حاج ابراهيم هذا كله مو مهم، المهم عمولتي انا كم. انا ابو يهود انت ده. انا بتاخذ علي عموله؟ انت ما تسوي شيء لله فلله؟ ها؟ وبعدين تعال انت، هاي اللي علموك اياه في جامعه فارك ما ادري ما فارك بكدلي. ها؟ بكدلي ولا وين ما يكون، هذا اللي علموك اياه. وبعدين تعال انت قول لي شو هالدراسة هذه اللي تاخذ شهادتها عقب 19؟ عيال خلق الله سنين وبنين، 4 و5 سنين و6 سنين ويالا يالا، هذا اللي مجتهد فيهم ولا حد منهم بعد يواصل هناك، وانت ب 19؟ وبعدين وين شطتك؟ وين شطتك يا شي زيارة يومين بالغترة بالعقال وبترد ولا شو؟ جبران مش قلت لك تعالي قاعد تحكي ويانا، بس خليني اعلمك السالفة. انا اولا 19 لان انا وايد شاطر، اللي خلصونهم سنتين ثلاثة خلصتها بتسعة أشهر. وبعدين أنا وياي خالي، أنا عندي كتب، عندي مراجع، عندي شهاداتي. فالطيارة اللي أنا جاي عليها صار عليها حمولة، قاموا دزوها بطيارة. أنت شعب جبران مش دخلك بس سوالف. المهم الحين أنت تدفع لي 50% ولا لا؟ قب وأنا أخوك يا يابر. تفضل. شو هذا؟ جواز سفر أخوك غانم. زين؟ عطيت ملابسه حق الخدام علشان تغسلهم. لقيناه موجود فيهم. ايه كثر الله خيرك، جزاك الله خير. زين يوم انك ما غسلتي جواز اخوي وتوهق الفقير. زين الله يهديك، انت الحين زاقرتني من داخل هناك بس علشان هي وتراويني الجواز؟ زين حطيت الجواز داخل الدرج ولا اعطيتي حق غانم؟ لا مو انا ناديتك علشان تفتح جواز سفر اخوي. اي ترى والي يا عادل ان اللي يسافر يحطون بجوازه اخته خروج ودخول، الا عاد اذا غانم مسافر بالفاكس هذا شيء ثاني. شوف يا عادل، انا ما يهمني وين كان في اخوك، لكن اللي مضايقني اكثر انك انت طول فترة 9 شهور تقص علي، تقول لي ان غانم كان برا وقاعد يدرس. هذا انت رايلي اللي اثق فيك، اللي اتكلم قدام الكل انك انت احسن واحد موجود عندي، اثرك طلعت حالك حال غيره. انا اسف يا وفاء، اسف صراحة. انا ما بغيت اي انسان حتى انتي انه يعرف ان اخوي غانم كان في السجن، واذا خبر مثل هذا انتشر ولا انعرف عند الناس مستقبل اخوي بيضيع. وطبعا كنت خايف مني اني انا انشر الخبر بالديره، مو كذي؟ الحين انت مأمني على حياتك وعلى اسمك وعلى بيتك، مو مأمني على سر من اسرارك؟ مشكور مشكور يا عادل، ما قصرت، جزاك الله خير. Thank you.
بالله هذا الشيء ما يسكت عليه. اسمع يا سالم، انا لا بمقصه ولا غبي تتقص علي انا. يعقوب كمل ما تكتيزي تكتيزي يا ولد الحلال. بلاك شوف الانف ما بيجيب اي نتيجه وياي، خلينا نتناقش بشكل حضاري. تفضل سالم يا اخوي. انت ما عليك من الصراخ اللي انا صارخ عليك والمفاتن هذا كله، ترى كله غلطي هذا يا اخوي. ما في داعي انا اموت وشيل انت ذنبي ويصير ذنب عيالي في رقبتك. اسمع يا سالم، اترجاك ارجوك ارجوك ابوس ايدك عطني فلوس. استغفر سالم، استغفر الله يا ولد الحلال. ارجوك يا اخي. مرحبا مرحبا الساعة، مرحبا ابو اخوي سالم. عط الرجال فلوسه لا يموت بين يدينك، حرام عليك. عط الرجال فلوسه. انت منو شو تبغي هني؟ هلا هلا غانم، هلا 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 بغانم، هلا بالقاطع، هلا هلا بغانم. شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا هلا بغانم. لا اله الا الله. شو صابني؟ لا حول الله. شو صار هني؟ كهرباء قطعوها؟ واعنبوا هذولا ما يصبرون عنا اكثر عن 3 أشهر ويقطعون. عيل وين نحن مواطنين ويسوون في النجي؟ الله يعيننا عيل. اخ يا ابن حابون، اخ يا ابن حابون، النظر قام يخف يوم عن يوم. تليفون. الو الو ما ترد؟ هذا جرس الباب. أنا أبو العين وخربانة بعد، حتى الإذن ما قامت تسمع. لا حول الله. زين زين ياك ياك، وأنا اللي أسوي كل شيء في هالبيت، حتى الخدامة ما تهيع في هالبيت. وين ما تشوف مظهرة ظهرت وراهم. ياك ياك أبو ياك، إن شاء الله بس عادل ولا وفاء. ياك أبو ياك تفضل. خيري حق مالك في إيه؟ قلقتني عليك فؤاد. زين اللي جيت، الحق علي يا فؤاد. يلسني يلسني الله يخليك، ما في امشي. هادي حق. اول ما تهاني قالت لي انك سالت عليا جيت على طول. انا ما اقدرش اتاخر عليك يا حق. اقعد اقعد. جزاك الله خير. عيوني يا فؤاد عيوني، تصور ما قمت اشوف شيء، كل شيء قدامي هتخنه ما اشوف شيء. تصور الحين وانت جالس قدامي اشوفك من غير ملامح. ابيض يعني يا حق، ولا يهمك. ما تقلقش يا حق، دي مش اول مره تحصل لك. لا يا فؤاد الله يهديك، هالمره غير. هالمره ما اشوف شيء مره. ما تصدق اليوم الصبح فتحت التلفزيون ولا حاطين مادونا. مادونا اللي هموت فيها انا، ما قدرت اشوف. اي والله. وبعدين اتصلت بعادل عشان يوديني المستشفى، قالوا لي عنده اجتماع. وهالطبس هذا غنوم صرصور اليبل هذا، اقول له تعال ودي المستشفى، قام يضحك يقول لا انت تتمسخر وتدعي انك مريض. غنم هو اجي امتى؟ البارحه. وليته ما رد، راد خس عن قبل. المهم خلنا الحين من النزغه هذا، وقول لي بتودينا المستشفى ولا اتصل بالتليفون اجيب تاكسي. ده كلام يا حق، انا تحت امرك. تفضل يلا. ايه تفضل على مهلك. الله الله يا الدنيا. تحيد الأول كانوا يسموني زرقاء اليمامة. أطالع عن يميني أشوف المراكب اللي جاية من الهند، أطالع عن يساري أشوف المراكب اللي جاية من مسقط، والحين حتى صبعي ما أشوفه قدامي. يلا حق يلا، إن شاء الله هتخف. ومادونا دي حجيب لك شريطها كلها تشوف. أي والله هي كمان تعزك قوي. أخي يا مادونا. غانم عن الهذرة والكلام الزايد، أنت شو تحراني؟ حرامي ولا رئيس عصابه؟ انا قلت حرامي؟ انا بتيرت انك حرامي. انت ليش تفهمني غلط؟ ليش تفهمني غلط سالم؟ سالم انا كل اللي ابي اقوله ان ريال قاعد يعيش في مثل هالظروف اللي انت فيها. خاله قاعد يطالبه بفلوس، ورئيسه بالعمل قاعد يحن عليه بفلوس. هذه حياه، هذه عيشه، هذه ما تحاول تحسن ظروفك. شوف اخوي سالم، انت لازم تحاول، لازم تقدم محاولات، ولا تشوف غيرك شلون قاعد يلعب بالفلوس لعب. غانم انت يوم كنت بالخارج شو كنت تدرس؟ الحين عرفت ان ظنوني كانت في مكانها. عرفت اخوك عادل شو كان يسوي في السجن وكان يزور منو هناك. شوف يا غانم، مشاريعك وشرابيطك هذه دور لك حد تقص عليه.
أما أنا لا. خرابيطي؟ اللي أنت قاعد تسوي هذا شنو هذا؟ مو خرابيط؟ وأنت شلك؟ أنت جاي تحاسبني؟ شوف غانم، إذا ما بعت عني ترى بعلم عليك أخوك عادل. يا جماعة خلصوا كلمة الرأس مالكم، ما صار رأس، يلا وراي شغل أنا. هلا والله، هلا بأستاذ يوسف، جيت بوقتك. شوف أنا بسير، بس قبل لا أسير يا أخوي يوسف أبى أقول لك شغلة مهمة. تفضل. أنا توني كنت قاعد مع سالم، قاعد يقول لي إن الفلوس اللي عنده لك نساهم، يقول لي اعتبرهم ضاعوا، ما أدري ليش قاعد يقول كذي، شكله ما بيرد لك ولا فلس. يلا أنا بسير، مع إن ترى لو يبي يسدد الفلوس اللي عليه ترى يقدر. كيف؟ شوف لك صرفة وياه. سالم؟ أنت صدق ما ناوي تعطيني بيزاتي؟ ويعقوب فلوسك بتاخذها في موعدها. قل لي كيف باخذ الفلوس في موعدها وانت الصبح هني والعصر في المعرض مال السجاد مالك والمكتب نسيته، ما يصير لي، كيف باخذ الفلوس؟ فهمني. اسمع يا سالم، انا عندي حل واعتقد بيرضيك بيرضيني. شو رايك بدال الفلوس تعطيني زل؟ باتوك. الو وفاء؟ مش معقول. ايه ده، انا مش مصدقه نفسي. اكيد انت عاوزه تديني درس او محاضره جديده، او يمكن تديني نصيحه كمان. انت بتعيطي؟ مالك يا وفاء؟ في ايه؟ ابويا؟ وحصل امتى الكلام ده؟ طيب طيب ما تعيطيش، ان شاء الله ربنا هيستر. الو الو، قلب تعيط، عاوز انا اعيط اقعد امثل زيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت كنت فين؟ انت قلت لي انك هتغيب ساعه واحده، بقالك 4 ساعات في الشارع. يعني وانا كنت العب يا سماح الله يهداك؟ أنا كنت في المؤسسة، المؤسسة والمعارض حالهم ما يصير لا عدو ولا صديق، كل شيء فوضى بفوضى. أنت مش قلت لي إنك جبت مدير جديد؟ بلى، واحد من الموظفين القدامى اللي عندنا، لكن ما عنده شخصية ورأي فؤاد اللي كان عارف كل شيء. يووو، هو اللي خلق فؤاد ما خلقش غيره ولا إيه؟ إن شاء الله المدير الجديد بكرة يبقى كويس ويفهم كل حاجة. يلا، الله كريم. على فكرة ترى أبوك المسكين نش الصبح لقى روحه ما يشوف ودوه المستشفى. عارف وفاء اتصلت بيا من شوية وقالت لي الحكاية دي. على العموم هو نظره كان تعبان من زمان. الله، انت مالك بتبصلي كده ليه؟ لا سلامتك ألف سلامة. عارف إن أبوك بهاي الحالة وقاعدة ساكتة ولا كأنه صاير شيء؟ لا والله حاجة تطمن وتبشر بخير. دام هذا رد فعلك عن أبوك، كيف بيكون باكر رد فعلك علي أنا ولا على غيري؟ يعني أنا لو قعدت أصوت وأعيط وأقطع في هدومي نظره حيرجع له تاني؟ يا ريت، ده أنا بتمنى حتى أديله عناية. صادقة يا سماح، صادقة. أبويا بس واللي يرحم والديه كافي دموعات. وبعدين بقى يا حاج إبراهيم، أنت مؤمن والمؤمن دايما مصاب. أنت فاكر كلامك ليا عن الصبر وعن الواحد لازم يحمد ربنا على كل حاجة؟ الحمد لله أنا حامدنه وشاكرنه، بس اليوم الصبح يوم نشيت من الرقاد يا تهاني حسيت الدنيا كلها مضببة قدامي ودخان دخان. وعقب ما سرت المستشفى عند الدكتور ما أدري شو سوى في عيني، قمت ما أشوف بولي. الذنب ذنبي أنا السبب يا إيوة، ولا تجعلنا عيونك تعورك وشوفك قام يخف، المفروض أوديك المستشفى أعالجك.
لكن المشاكل اللي احنا طحنا فيها خلتني انسى كل شيء، حتى نفسي نسيتها. انا سبب كل المشاكل، بس اللي مكدرنا الحين شيء واحد، تقام اتزوج وبطلقه. بعدين ليه بترضى فيا وانا على هالحاله هذه؟ يا حق ابراهيم، هو انت لسه هتتجوز ثاني؟ اكذب عليك؟ لو حصلت لي واحده مزيونه وغاويه مثلك اتزوجها، ليش لا؟ ابوي حبيبي الف سلام عليك، ان شاء الله يكرهوك. ان شاء الله. توك جاي، توك متفاجئ، تهاني اللي هي هبنتي يا تمرتين تطمن علي. ما هي لو اختي وفاء كانت بلغتني زي ما بلغت تهاني كنت جت لك على طول، لكن اعمل ايه بقى، ربنا يهني سعيد بسعيده. الكلام ضايع معاك، السكوت احسن. المفروض يا ابوي انك تعذرني، انت عارف ان انا حامل والحمل تعبني قوي. بكريه بقى، بكريه بقى. ما علي، خليك سايره في درب الشيطان اللي انت سايره فيه. عجيبه انك ما جبتي ابليسك وياك. لا، ابليسها معاها. معقوله يفارقها؟ اوه، نوره الحبوبه هني. كيف حالك يا نوره؟ بلاش صاخه، تقاير رمتي تربطين لسانك وانت جالسه. مقبوله منك ومن غيرك بعد يا حج ابراهيم، ولساني رابطنه لاني ما اتكلم الا عند اللزوم. المهم يا ابوي، الدكتور قال لك ايه؟ لو كانت العمليه حتجيب نتيجه انا مستعد اخدك بلاد بره واوديك عند احسن دكاتره. ما تحملش هم الفلوس خالص، من الف لمليون انا سدادة. والنعم يا سماح، قولوا فعل. ايه، الشاعر بن حنداوي الدماني قال: وهل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ الماي والبحر والغوص هم السبب. انا كنت ادري ان نظري بيخف يوم من الايام. خلي ملايينك عندك يا ابوي، ابرك لك. ضحكتني يا حج ابراهيم، الا الدموع والحزن هم اللي سووا فيك كذي، ما بالغوص والبحر. الله يسامحك يا ناتاليا. ناتاليا؟ مين ناتاليا؟ انا ماشيه بقى يا وفاء. سلامته، الف سلامه عليك يا حاج، بعد الشر عليك. استني هنا، انتوا لازم تفهموني ايه الحكايه بالظبط، ولا انا اخر من يعلم. انا لازم اعرف تطلع مين ناتاليا دي. استاذ سعيد، في واحد برا ملزم انك انت تحدد الاسعار وتتفاهم وياه. اي والله. نعم طلبك. اذا اتصل ابو خالد حول لي المكالمه لعند هاني. هاني الحسابات؟ الحسابات. شر. او سامي. شر. هاني او سامي شر. إذا اتصل أبو خالد. أهلا
الو، هلا 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 بهالصوت، هلا عمري، هلا هلا بسالي، هلا بسالي لسلت روحي. اقول نورة عندك؟ زين اشو شو اقول لك يا عمري، صدقيني انا كاره هذه الوظيفه لانها بعدتني عنك. طبعا طبعا ولهان عليك، اصلا وانا وياك اوله عليك. اقول سالي، بغيت اكلمك في موضوع. اقول اخوي بتصل فيك بعد شوي، بعد شوي. يلا مع السلامه. نعم يا اخي، انت ايش تبغي؟ ليش لاحقني للمعرض؟ ايش عندك؟ انا لاحقك للمعرض؟ انا جاي اتمشى هني حبيبنا. انا جاي هني وجايب لك زباين يبون يشترون من عندكم زل، اخذهم واروح معرض ثاني احسن؟ اخذهم؟ والله اعتقد يكون احسن. ها زين كيفك. اقول سالم، مني سالم اللي تو قبل شويه قاعد تحاتيه وتغازله بالتليفون؟ ها منو؟ ها سالم، سالم سالم، هذا واحد من الشباب اسمه سالم. سالم صح، سالم تو تقول له انا ولهان عليك. عموما اخوي سالم، اخوي سالم ابغى اقول لك شغله، ترى الحب مو بعيب، مو بعيب ابدا من تحب. ها حسبي الله ونعم الوكيل. انتم وين طلعت لي؟ شو هالبلوه هذه؟ غانم يا اخي قول ايش عندك، ترى مالي خلقك. عاد انا اللي خلقك وميت عليك ولهان عليك، انا جاي هني حق شغل، قايل لك انا جاي هني حق شغل، جايب لك زبون يبي يشتري من عندكم زل ب 50,000 درهم، 50,000. فهمت، يعني انت تبغيني اطلع لك عموله. عموله؟ شي شايفني انا ساد عيني وقاعد اطر؟ انا قاعد اطر منك؟ انا حبيبي انا مو قاعد اطر، انا ابيك تسوي خصم عدل للريال وياخذ زله ويتوكل على الله. زين لين الحين الموضوع عادي ما في شيء. الزبده ايش تبغي يا غانم؟ اي سالتني الزبده ايش ابغي؟ انا اللي ابي منك ابي الفاتوره مال الزل تطلع باسمي انا، باسمي انا، والريال بيدفع لنا كاش، انا باخذ الكاش وبسدد لك اقساط. ايش قلت؟ ها فهمت، يعني الريال بيدفع 50,000 كاش. أيه. وانت بتاخذهم بتحطهم بجيبك. وتبغينا نحن نسجل في دفاترنا انك اخذت الزل بالاقساط. قاعد تفهم شلون يقولون عنك انك مو ذكي؟ ذكي ولماح بعد. انا اسف يا غانم، تفضل الحين يلا برا برا، اقوم طلع برا قبل ما بهدلك برا. زين شوف بقول لك في شغله انا فاتتني ما قلت لك عليها، انا الفلوس هذه حبيبي ما حب احطها بجيبي هني وبروح، انا بعطيك نسبه 20%. ولا مليون بالمئة. شوف غانم، اذا ما طلعت برا الحين بتصل باخوك عادل وبخبره عن كل شيء. تتصل بعادل ايش حقك؟ كيفك ما تبي فلوس؟ كيفك انت حر. نسيت، الله يلعن ابليس. شوف عاد شغله مهمه ونسيتها. اليوم العصر انا ترى متصل عليك بالبيت وردت علي المربيه مالتكم، اسمها سالي، اسم مربيتكم سالي، يعني اللي قبل شويه قاعد حاجيها وقاعد غازلها اسمها سالي مربيتكم. اقول مرتك تدري؟ مسكينه، ليتش الله ليتش الله يوم العيال ليتش الله. الله ياخذك، الله ياخذك ان شاء الله. باتمان اللي حصل ده مش ممكن يصدقه عقل ابدا، في السن ده وبتتجوز، وكمان ايه بتتجوز بنت عمرها 18 سنه. قصر حسك والزم حدودك، انا هبقى اصغر عيالك عشان تعلميني الادب. يا سلام، وكمان عاوزنا اسكت؟ لا ده انا ضحيه من ضحايا جوازاتك القديمه ولازم اتكلم. اللي صار صار، ايش فايده الكلام الحين؟ والبنت خلاص صارت لبلادها. يبقى نورة كان عندها حق لما قالت ان حزنك على لتانيا وفراقها هو اللي ضيع عينيك. بس يا سماح، بس حرام عليك، ارحميه بعد انتي وابوك الله يهداك. مو بكفايه على اللي سوت فينا تالي؟ حسبي الله عليه، خذت اللي وراه واللي دونه ما ادري كم خذت عنه، مليون مليون ونص. حسبي الله عليك يا تالي. انزين خذي النص وخلي لنا مليون. ما خليك اشوف ايش طولت لسانك وايد. ها خليني خليني. سيبك من نورة دلوقتي وكلمني انا. انت عمرك ما قلت انك عندك مليون، جبت الفلوس دي كلها منين؟ اديتها مهري مش كده؟ ايه نعم اديتها مهرك مش كده،
لا اعطيها حصه ولا جندوتش داش الحصه. علميني ربيني من جديد. دلوقتي بس عرفت انت ليه افتكرتني بعد اكتر من 20 سنة وبعدت تجيبني على هنا. البنت كبرت وبقت عروسه وعلى وش جواز. هاتوها لي عشان نبيعها ونجوزها ونقبض ثمنها ونتجوز بيها ضحيه جديده. وسمني كلامك مره ثانيه لما تتكلمين مع ابوي. الالم ده حيفضل عايش معايا طول العمر والايام بيننا يا وفاء. يلا يا سماح يلا يلا يا حبيبتي. ما تنفحت في البيت هذا ما مد ايدي عليك وضربت وهزات. يلا قبل الله افقد اعصابي واتصل للشرطه يوني ياخذونهم. على فكرة أنا ساعات ما بفهمكش كويس. أنت إزاي بتدافع عن سماح قوي كده وتلاقي لها مبررات لتصرفاتها بعد كل اللي عملته ده؟ القاضي قبل ما بيحكم على المتهم بيدور على المبررات والظروف والدوافع. شوفي تصرفات سماح وقبل ما تحكمي عليها بصي لظروفها جايز تعذريها. اللي يشوف سماح عملت إيه مع أبوها عملته بطريقة صعبة جدا. أنا كنت موجودة لما جات لي. مفيش عواطف خالص. العواطف ما بتتولدش بين يوم وليلة. شوفي هي عرفت أبوها إمتى وقعدت معاه كام يوم. وسط مين هناك؟ ملاش دعوة. إيه اللي لم الشامي على المغرب؟ يا ده شامي وده مغربي، الاتنين اهل يا تهاني. اهل ايه؟ ده عمر سالم محبة غانم، ده ما كانوش يقعدوا في قعدة الا لما بيتخانقوا. الا بقى لو في مصلحة جمعتهم اليومين دول. كل يا تهاني، كل انا في عقدك يا تهاني بطل ينام، حرام عليكي بقى تاني، كل يا تهاني اللقمة بقى. الحق، ده غانم بيدي سالم فلوس. وبعدين معاكي، ناكل ونمشي احسن. خلاص هاكل. يعني يا سالم افهم من كلامك هذا انك انت متنازل عن نصيبك مو بس هالمره، في كل مره. اسمع يا غنوم، اللي صار ليله لا يمكن يتكرر مره ثانيه. بيكون بعلمك يا غانم اذا ما دفعت الاقساط بوقتها انا اول واحد وقف بيها. والله حاله والله. غنوم ولد البارحه اللي ما يعرف كوعه من بوعه يخطط، وانت يا ولد حمامه تمشي وراه. لانك انت سالم والحمامة. رفيجي انت، انت رفيجي، وبعدين انت استاذي الكبير، حبيبي انا مزعلك انك تصير وراي، من اليوم ورايح انت خطط، انا قايل له، انت خطط وانا بسير وراك، وانت من اليوم ورايح مو اسمك سالم والحمامة، اسمك انت الزعيم. لا يا تهاني، لا، تصرفك ده ملوش أي سبب يقبله العقل. معقولة أسيبك في العربية 5 دقايق تكلمي وفاء وتحكي لها كل حاجة؟ لازم أتصل بيها وأقول لها. أنت لو تعز صاحبك وتهمك مصلحة أخوه لازم تنبهه وتقول له على اللي شفته. يا تهاني دول كلهم أهل، جايز كلامنا إحنا يتفهم غلط. هيقولوا إن فؤاد وتهاني متضايقين من سالم ومراته وعايزين يوقعوا بينه وبين عادل ومراته، ونطلع إحنا غلطانين في الآخر. أنا مش ناقص وجع دماغ. عادل لو شم خبر بالعلاقة مشبوهة بين غانم وسالم ده كان طربق الدنيا. شغل يا حبكم حق الفلوس. انت ما تشبعين يا بنت الحلال، ما تشبعين، ما عندي فلوس، وين اجيب لك؟ ما عندي. ايش معنى نوره لما بتطلب تعطيها على طول ولا بتساله؟ ولا انا مالي زوجتك حالي حالها ولي عليك نفس الحقوق؟ زين انت شو رايك ان نوره من اسبوع تحن علي تبغي فلوس ما اعطيتها؟ ما عندي يا سالي. الله يرحم والديكم، ارحموني من مصاريفكم وطلباتكم. شوف بكره مو اللي بعده اذا ما بتجيب لي فلوس بترك هالبيت ولا مخليتك تشوف خلقتي بعد الحين. اترك البيت؟ لا لا ما اظني، ما تسوينا. ادري فيك، ادري بش تحبيني. انت كمان بتحبني، واللي بيحب واحد بيعطي اللي يبغي. زين صبري صبري. ايش
الفنادق تضربهم بأربعة بيسوا 20 20 ألف طالبتهم منك من أسبوعين. سالم الخير. سالم وين الخير؟ ياكل موت يا تارك الصلاة. تم يا صلي يا صلي. بعدين بعدين فاهم بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نورة يا بنت الحلال أنا تعبان تعبان وياي من هد من الشغل. أبغي أرقد أبغي أرتاح. ممكن نأجل الكلام في هالموضوع لين باكر؟ لا الليلة ما فيني صبر. ليلة؟ من وين أبني فلوس الليلة؟ أسرق ولا أطلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أنا أشتغل وظيفتين بس علشان ألبي طلباتكم وأسد حلوتكم اللي ما تعرف غير هات هات هات. ولا مرة قالت خذ. خذ العصير يا أستاذ سالم. هاتي خذ العصير. تفضلي مدام. يا فرحتي بالعصير. عيل تقول يا سالم ما عندك فلوس؟ عندي عندي 500 ما ادري 600 عشوة. عيل انا تحريت 10,000 هذيلا لك. ها؟ وانت ليش تنبشين ثيابي يا حرمة؟ وانت ليش تكذب علي وتقول انه ما عندك؟ وانا صادق يا نورة. الفلوس هذه مو بفلوسي، هذه فلوس ناس. زين الفلوس هذه فلوسي انا. انا اعطيتها للاستاذ سالم مشان يسوي لي شيك ادزه لخالي شرينا بيت، لكن انا غيرت رايي ما عاد بدي ادز شيء. روح روح يصير يصير في الجلباب. والله يا هلا يا الله سالم مرحبا سالم. هلا ابو احمد. هلا هلا ابو احمد. هلا هلا والله. هلا تضحك؟ خير مبسوط مستانس؟ ايش قاعد تضحك؟ هدي اعصابك هدي اعصابك يا اخوي عادل. خير ان شاء الله. شو السالفه؟ شوف عاد هي كلمه وما بكررها. اخوي غانم ما يخصك فيه، ابتعد عنه احسن لك يا سلوم. ما يخصك فيه ولا تبغي تخربه وتخليه يتبع طريقك. عدال 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 يا ابو احمد. اخوك غانم معتدل. اخوك غانم هذا خرب الشيطان. وبعدين انت قول له خليه يبتعد عني. ولا انت مو بقادر تربي اخوك لا تطاول علي؟ وبعدين يكون في علمك يا عادل ما في بين وبين اخوك اي شيء. كذاب كذاب من عيونك كذاب. طيار ايش كبرك تكذب بعيب عليك؟ زين والبيزات اللي اعطاك اياها في المطعم؟ ها البيزات اللي اعطاك اياها ايش حقه؟ من وين يابها؟ وبعدين ايش حقه يعطيك انت بالذات البيزات؟ ايش حقه؟ شو بينك وبينه؟ ايش حقه سكت؟ ايش حقه ربط لسانك؟ لا 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 هذا الكلام هذا الكلام ما صح. نعم ما صح. اخوك انت غنوم غنوم اللي توه ولا ما في داعي يعطيني انا فلوس؟ اعطاك ولا ما اعطاك ما بهذه المشكله، نحن عقب بنعرف السالفه. لكن الاهم من هذا كله اني انا جاي هني احذرك، ابتعد عن اخوي غانم احسن لك يا سويلم. ولا ترى بتشوف شيء ما شفته. هذا انا احذرك واقول لك، تسمع ولا ما تسمع؟ لا تطالعني كذي. والله والله حاله والله حاله ببيتنا ما يتطاول علينا. تعال تعال وين صرت؟ تعال روني روني مرايلك اشوف. تعال لا تشرد. والله حاله. تعال انت وفهمني الحقيقه وين. عادل ما يحفيك. تعال انت حد اقول لي سالي عطتك فلوس وغانم اخو عادل عطاك فلوس. الفلوس اللي انا لقيتهم في جيبك فلوس مين يا سالي؟ ها ليه ما تبي تبقى قاعد هني؟ الساعة الحين صارت واحدة تقريبا. ما تبي تصير الشغل انت الصبح؟ وين ييني رقاد؟ وين ييني رقاد وغنون برا؟ انا لا اليوم لازم اشوف لي حل ويا هالولد. لازم احط حد حق كل البلاوي الخرابيط اللي جالس اسويها. سيري انت ارقدي سيري ارتاحي. هذه مشكلتي وانا احلها. سيري. وانا عارفة شلون بتحل مشكلتك هذه. تكفى يا عادل. ما نبغي مشاكل، كافي اللي احنا فيه. وفاء عادل اللي سمعنا من قبل يجيب لي ماي عطشان ابغى اشرب. ابوك يبغى ماي ما ادري شو شارب. يا سمعتني ماي.
البيت يفتر. الله العظيم والارض بتنقلب فوق حدر وليت. ردينا على سوالف قبل الا احوشه. تكيتك هلا 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 ابو الوفا شلونك؟ حي الله حي الله مرت اخوي المدرسه. الله يحييك. كيف حالك وحال ابيك يا زيني؟ شفت شحلاتي؟ انا بس شوفي قاعده تحكي فصحى بعد وغي اثنين بس واقول لك شعر. اقول ابو الوفا وقف عدل وقف عدل الطحين. ديري بالك ترى اخاف عليك. انا قاعده تروق علي انت. حاضر بس انت خليك جالس مكانك لا تحرك. اقول ابلا وفاء ترى انا مو شارب انا لحيه. شلون اشغب دمي مو انا الله يسلمك وانا ادرس في لندن. ها كنت ادرس في جامعه بيكادلي فكلت هدق وحشني جنون البقر. ديري بالك تنطحت. ديري بالك تنطحت. لا تنطحت. عادل يا عادل. شنو عادل؟ ابو الوفاء ايش فيك انت شي؟ تبي تخوفيني بعادل؟ انا اصلا ما يهمني احد، انا حر نفسي. شنو عادل يعني؟ شنو عادل؟ ما اقصد اخرعك. عادل عادل اخوي. اهلا اخوي التوأم انت بعد عمري انت، بس انت جيت قبلي. جيت انت غانم؟ لا انا بعد هناك. ما تستحي انت الشكا حق الطق انت بويهي. لا طق انت ما تستحي على وجهك انت بويهي. ابي انا والله ابي انا وجهي. يا سكران انت يا سكران ما تستحي على وجهك. احنا بك خاف الله. بقول لك خاف الله لك. ايش سويت انا؟ اصبر قد ازز فيني عشان قام اقول لك قدامكم. شوف قاعد تدف فيني عشان انا يتيم. تقعد تسوي فيني كذي انت ومرتك. انا ما لا تدف.